السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس عبد الله مصطفى ودي قناة سيلفي زراعة. حلقة اليوم برعاية تطبيق مشات المصر، تطبيق بيقدم حلول لعملية التسويق بالنسبة للمجالات الزراعة بالكامل. يعني في عليه نباتات الزينة والفاكهة والخضر والأشجار الخشبية وكل متعلقات الزراعة زي العدد والآلات والبذور والأسمدة، وعليه كمان كورسات للطلبة وكمان عليه وظائف. يعني تطبيق شامل لكل مجالات الزراعة. تعالوا بينا نتكلم النهاردة في حلقتنا اللي هي ازاي تختار الارض الصحراوية، او لو انت رايح تشتري ارض صحراوية ايه الحاجات اللي تحطها في دماغك، ويفضل ان ما تروحش لوحدك، لازم تاخد معاك مهندس زراعي زي ما انت كمان بتروح مثلا تصلح العربية عند الميكانيكي او بتروح للدكتور عشان تكشف، يبقى لازم تاخد معاك مهندس زراعي وانت بتشتري ارض. طبعا بالنسبة للأرض احنا ساعات بنتعامل مع الزراعة اللي هي ان هي شيء بديهي وان هي شيء سهل. الزراعة دلوقتي استثمار، واستثمار قوي جدا 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 للدرجة ان هو بيجيب لك ارباح اعلى من البنوك اضعاف اضعاف لو انت استثمرت صح ومشيت بشكل علمي وتعلمت ازاي تزرع، مش عن طريق الفهلوة. واللي يمشي في الأرض الصحراوية غير خالص الفلاحة اللي انت اتعلمتها في الأرض الطينة. يعني انت لو بتقول انا مهندس او محاسب او طبيب بس انا فلاح ابن فلاح، مع احترامي ليك ماشي انت فلاح ابن فلاح في الأراضي الطينية، لكن الأراضي الصحراوية ليها طريقة خاصة وليها أسلوب معين لازم تتابعه. اما عملتش كده هتخسر فلوسك، هتخسر فلوسك اللي انت شقيت بيها في الغربة، او اللي انت بايع بيها بيت او بايع بيها ارض عشان تشتري في الصحراء وتوسع وتكبر ويبقى عندك مزرعة. لازم وانت رايح تشتري ارض تاخد خبير متخصص، ما تاخدش سمسار اراضي. طبعا سمسار الاراضي هو اللي هيجيبك عشان يبيع لك، فسمسار الاراضي مع احترامي للشغلانة انت كده كده، انا كراجل ببيع يهمني ان انا بيع مع احترامي لاي حد، لكن انا رايح اشتري اخد معايا حد يكون هو فاهم الارض وفاهم عيوبها ويبدا ان هو يشتري لي. طيب انت رحت، خلي بالك من ايه بقى وانت رايح. اول هام انت اول ما تنزل المكان تبص على المزارع اللي فيه، تبص على شكل الارض، على شكل الزرع اللي في الاراضي اللي جنبه، حاله الزرع شكله عامل ازاي، دي اول حاجه تبص عليها، وبناء عليه البقعه في الغالب بتبقى واحده. لو في انفصال كبير يعني ما بين الاراضي اللي مزروعه وما بين الارض اللي انت رايح تشوفها ومفيش حد زارع حواليك، هنا انت بتجازف. ليه؟ قد تكون اصلا البقعه ديت غير صالحه للزراعه وبناء عليه كل الناس اللي حواليها ديت ما دخلوش عليها. تمام، يبقى لازم نركز نشوف في المكان في ناس زارعه ولا لا. طب الناس اللي زارعه دي زارعه بقالها قد ايه، نسألهم انتوا زارعين بقالكوا قد ايه، وش المية على كام، ملوحة المية ايه. وبعد كده تقدر تبص على خواص التربة، تبص على خواص التربة انك تعمل مجسة بمنقرة او بأي حاجة تكشف جزء من التربة، لاني ساعات التربة بيبقى عليها كسبان رملية منقولة عن طريق الرياح، وطبيعة التربة تختلف خالص عن وش التربة. يعني انت ما تفرحش ان وش التربة رملة بيضة فيقول لك ده ارض بيضة، لا طبعا، لازم تعمل اختبار للتربة، تعمل مجسة باي شيء حاد انك تفحت وليكن 20-30 سنتي، ويفضل اصلا انك تفحت يعني 50 سنتي المتر. تمام، عشان تشوف شكل التربة عامل ازاي. الحاجة اللي تركز عليها استوائية التربة، لازم تركز ما يكونش فيه تباب عالية لو انت بتشتري مساحة كبيرة، ما يكونش فيه تباب كتير لان ده هتكلفك ممكن قد تمن الارض. يعني انت ما تفرحش ان الفدان ب 5000 وممكن تصرف عليه اصلا 10000 جنيه تسويات، لان التسويه ديت مش التسويه دي بتبقى بلوادر وعربيات وتكلفه جامده جامده جدا قد تكلفك الكثير والكثير. طيب طبقه الصخور الكبيره خطيره جدا جدا، لو انت لقيت طبقه صمه ابعد عن الارض. لو لقيت الارض اللي جنبك اعلى منك وبتشرب غمر والاراضي اللي حواليك كلها اعلى منك، اذا كده ارضك هتبقى صفايه للاراضي اللي حواليها، كده ارضك الملوحه اللي في الاراضي اللي جنب منك ان شاء الله هتصفي في ارضك، وكده ان شاء الله انت كده ايه هتلم هدومك وتروح. يبقى خلي بالك ما ينفعش تشتري ارض تكون
هي أوطى نقطة في المكان اللي انت فيه. لو انت واقف في أرضك وشفت أرض جارك يبقى انت كده أعلى من جارك. لو انت واقف في أرضك وما شفتش أراضي جارك كده انت أوطى من جارك، وكده انت أرضك هتبقى تصفية للملوحة اللي حواليك. اسأل على وش المية. وش المية ده كلما كان بعيد إذن البير هيكلفك كتير، لأن أنا عشان أعمل بير لازم بنزل عن وش المية ضعفين، يعني لازم أنزل قد وش المية مرتين على الأقل أو ثلاثة عشان أضمن استمرارية المية. ابعد عن الأراضي الطفلة وشبه الطينية عشان هي هتبقى محتاجة غسيل كتير جدا لأن بيبقى فيها أملاح. طبعا الناس اللي بتزرع في جورة وبتغسل الجورة بس وبعد شوية بتلاقي الزرع مات، لأن الأرض محتاجة تتغسل غسيل كامل مش مجرد أنك تغسل الجورة بس. فبالتالي خلي بالك أن لو الأرض بتاعتك فيها نسبة زلط صغير افرح. ليه؟ لأن الزلط بيعمل على مسمية التربة وبيخلي فيها تهوية وبيساعد النباتات وبيخلي فيه مسمية لأن المية ما تركنش. لو لقيتها رملة بيضة فقط يعني سفو ما تفرحش. لازم أن الأرض تكون مختلطة. أجمل أرض أن هي تكون فيها نسبة رمل على سلت على طين، ولو فيها زلطة رفيعة ديت ميزة كبيرة مش عيب. دي كانت حلقتنا النهاردة، بعض الأفكار وبعض النقاط اللي تخلي بالك منها وانت رايح تشتري أرض. ياريت إذا عجبك الفيديو بتاعنا تدعمنا بلايك للفيديو وشير للفيديو وكومنت إيجابي عشان تدعمنا، ولو معلومة حتى تضيفها للحلقة عشان اليوتيوب لما بيشوف الكومنتات واللايكات والحاجات دي بيوصل الفيديو لناس تانية والمعلومة تصل للجميع. أسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.